بناء غرف صحية جديدة بالمركز الصحي لبلدية آمول الواقعة على بعد حوالي 17 كيلومتر من مدينة فيا من قبل المنظمة الدولية للهجرة، منها غرف للكشف والعلاج وأخرى للولادة. جاء بناؤها بحسب مسؤولة المنظمة بولاية بوركو يان كاترين وفقا لاحتياجات أهالي بلدية آمول، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن برنامج التعاون القائم بين المنظمة والحكومة التشادية، مطالبة أهالي البلدية بالحفاظ على هذه الغرف ومعداتها. والي الولاية الفريق حسن صالح القدم الجنيدي أشاد بإنشاء بناء هذه الغرف الإضافية بهذا المركز الصحي. إنشاء هذا المركز الصحي وحقا هذا عمل جليل يحتاج إلى الشكر والتقدير. الجميع يدرك أن المنطقة بحاجة لتنمية، ونحن أيضا بحاجة لكل من يرفع يد المعاونة والعون لهذا الشعب. لذا نحن مستعدين نقف مع كل جانب إنساني، كل مستعدين لأي إنسان يقدم يد الخير للأعمال أيضا القائمين بها في مساعدة المهاجرين، وأيضا لإنشاءات مثل هذا المركز الصحي. ونحتاج أيضا هذا المكان يحتاج لمياه شرب، يحتاج لأيضا يعني مدارس التعليم. بناء هذه الغرف الإضافية لقد عبر عنه أهالي البلدية حيث قدموا جزيل الشكر للمنظمة لقيامها بهذه البادرة الإنسانية الصحية لسكان ولاية بوركو بصفة عامة ولأهالي بلدية آمول بصفة خاصة.